بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتواجد في كهف الجمل بما يسمى بزقزل، حيث هذا العام تهطلت الامطار والحمد لله، وكان هذا الغار وراكم تبنوا الماء الحمد لله مزيان. ومعنا سيدي رحال، هو رحال معنا في الرحله، وسي رابح والحاج عبد العزيز، وكان معنا كذلك الاخ نجم الصالحي، وتفارقنا من جهه سيدي علي وسعيد شعب الدوار ديالهم. الحمد لله هذا النهار زين، نهار مشمش، هو يوم السبت 12 يناير، الموافق 11 محرم 1429 عام جديد. ان شاء الله يدخلوا علينا وعلى المسلمين بالخير ان شاء الله. ونحن على زقزل ومغارة الجمل، والناس هاد النهار كاينين في العائلة، جاو الحمد لله، جاو بزاف كما هو معروف.